سندس قولي لي، يمكن انتوا لعبتوا اكيد مع منتخب مصر كرة يد الفترة اللي فاتت، ولا كان الاشتراكات او المنافسات كانت قليلة بينكم من بعض؟ اني اشتركت ضد الفريق المصري سنة 2015 على ما اظن في كأس افريقيا، بس وسطيات يعني في الكبريات لا ما تسنتش الفرصة ان باش نلعب لهم. يمكن مشاركة السيدات في كرة اليد في مصر قليلة شوية، مش زي الرجال. يعني انت ما كنتيش عارفة حد من الفرقة يمكن قبل ما تيجي؟ لا نعرف، وقتها قعدت على اتصال مع دعاء حلمي ويارا حسني. يارا عرفتيهم؟ يارا شحاتة. نفس السن تقريبا ولا؟ نفس السن. عشان كده انت فاكراهم كويس. طيب قولي لي، يعني استقبلوك ازاي لما بدأت المفاوضات؟ حصل ايه؟ يعني قولي لي اتكلموا معاك ازاي؟ لا شجعوني كتير، خاصة لما سمعوا انه المفاوضات اتصلوا بيا وانا في تونس، شجعوني كتير باش نجي نلعب هنيك. يعني كان في اتصال بينكم قبل ما تيجي حتى؟ اكيد اكيد. لعلمك اللاعبين واللاعبات جوه الفرقه بيبقى ليهم دور كبير جدا في حسم الصفقات. اكيد شعرت براحه نفسيه لما اتصلوا بي وانا في تونس وقعدوا يوصفوا لي في المكان هنا في مصر، قالوا لي انه مكان حلو راح تتعودي، وانا فرحت كتير حقيقه، وهذا اللي خلاني نزيد نتشجع اكثر باش نجي نلعب. طب انت لما دخلتي نادي الاهلي اول يوم عشان توقع العقود، وكان برضو كلمه الاهلي كانت موجوده، كلمه الابطال كانت هناك، حسيت النادي من جوه شكله ايه؟ يعني هل هو انت اكيد سامع النادي الاهلي، حسيتي زي ما سمعتي عنه ولا الوضع كان مختلف؟ لا حسيت اكثر حقيقه، ما كنتش نعرف انه نادي الاهلي عنده نادي خاص به، فيه كثير الحاجات معناتها، ويحب الرياضه كثير في جميع الاصناف وفي جميع الرياضات، حاجه باهيه برشا. والحقيقه اعجبت برشا، خاطر في تونس ما عندناش حاجات كيف هكا في تونس. طب قولي لي، يعني انت عارفه النادي الاهلي ليه فروع، يعني انت رحت فرع الجزيره، في فرع زيه في مدينه نصر، في فرع زيه في الشيخ زايد. على النادي الاهلي ده المقر بتاعه طبعا، ولكن ثلاث فروع وفي فرع رابع بيفتح. يعني تتمني زياده الفروع دي ولا يعني انت مقتصره بس على تمرينك، لان طبعا تمرينك بيكون في فرع الجزيره؟ لا اكيد ان شاء الله لما تتسنى لي الفرصه بنحب نشوف نزور الفروع الاخرين، متشوقه معناتها اذا كان فرع الجزيره كيف هكا فما بالك بالاخرين كيف.